بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا الله يرحم روح أرواح الفقيدين يوسف العطاوي والحبيب الله يرحمهم ويوسع عليهم. أولا نهار التلات في الصباح جو عندي البوليس في الصباح، سولوا في المحل تحت، سولوا على يوسف. يوسف كان خارج بيخلص واحد الشيك، من بعد مشى عند البوليس تقريبا مع ثلاثة ولا جوج، ما كان طافي التليفون. جوي الستة جاوبني في التليفون، قلت لي فينك؟ قال لي يلا خرجت عند البوليس، جا عندي المحل تقريبا المغرب. من بعد ما خرج من بعد المغرب ما فقدنا الاتصال به. خرج من بعد جاوبنا في التليفون، جاو شي ناس سولو فيه في المحل. فاش سولو فيه صونيت ليه، قلت لي راه سولو فيك شي ناس، قال لي صافي كانوا بغا يشوفوا الكاميرا. رجعنا ليهم الكاميرا عادي، خرجوا من بعد قطع الاتصال. تساليت في المحل، طلعت سديت المحل وطلعت للدار. صونيت ليه باش يتعشى، ما جاش. قال لي واحد شويه غنجي. عاود صونيت ليه قال لي واحد شويه غادي نجي. وصلنا بالاخ ديالو الكبير، قال لي واحد شويه راني غادي نجي، وفقدنا الاتصال به. الصباح فتحت انا المحل عادي كما باقي الايام. جاو عندي البوليس، مشيت معهم للكوميسارية. تماك فين عرفت بوفاة الاخ ديالي يوسف. من بعد نهار الخميس مشينا شفنا الكاميرات المراقبة. وبالنسبة للفيديو اللي كيتداول ديال دوبل فوا فاش كانت سابقة القاضي، تبعت انا المسار ديالهم واش مشاو على اليسار ولا على اليمين ولا نيشان. شديت عند واحد السيد الكاميرات المراقبة ديال المحل ديالو، وبلي راه جاو جهة المحل هنايا. مشيت ديتو للشرطة وتبعوا ومشاو داك المكازا اللي كيهضروا عليها. من بعد دخل يوسف، كانت عنده البنيه ديالو في الطوموبيل. في الفيديو اللي كان في دوبل فوا فاش كانت سابقه الطوموبيل ديال يوسف، ومن بعد من الطوموبيل هذاك حلا، يوسف كان هز معاه بنته الصغيره. فاش جا حط عنده بنته الصغيره في الدار وخرج، الطوموبيل هذاك حلا مشات نيشان من شارع ورزازات، مشات نيشان جهه السور ديال المطار. وبالنسبه للطوموبيل الكادي رجعت في جهه دوبل فوا. هذا الفيديو هذا تقريبا خدينا نهار الجمعة. ما قالوش لينا لا بالنسبة للمكان ديالو فين كان فاش كان كيتصل بينا، مازال ما عرفنا. وبالنسبة لنتائج التشريح مازال كنتسناوها. درنا الطلب الأول، الطلب الثاني درنا اليوم في السبيطار الحسن الثاني هون الداخلة. هذا كير الطبيب هو اللي صرح بها، وهي اللي دات في رخصة الدفن. وبالنسبه للنتائج التشريح مازال كنتسناوهم، ودرنا طلب للوكيل المالك في العيون باش يعطينا نتائج التشريح، ومازال كنطالبوا بهم ومازال ما توصلنا بهم. المغازا هذه فين كاينه هذه؟ المغازا كاينه هنا نفس الشارع. كيفاش قولوا لي كيفاش لقيتوا الصدمه هذه؟ وبالنسبه يوسف يوسف خرج من هنا تقريبا مع المغرب، من تما فقدنا الاتصال به. وحتى المقر الشرطه عرفنا بالوفاه ديالو. فاش مشينا باش نقلبوا عليه عند البوليس، وراو لينا التصاور ديالو باللي راه مات. قالوا واش هو هذا؟ قلنا ليه هو. من تما تعرفنا. مازال ما عرفنا نتائج التشريح، مازال كنتسناو فيهم، مازال ما عرف. و العلاقه ديالو هو والحبيب، العلاقه كانت في السر، ما كناش عارفينه حنا. العلاقه ديالو هو الحبيب ما حتى تعرفنا عند البوليس. واش قالوا لكم البوليس العلاقه ديالو؟ علاقه طويله قديمه تقريبا شي عام، معامله التجاره. بالنسبه للاخت فانسي، بالنسبه للاخ ديال الحبيب صراحه اللي تزامن مع تواجده في المقر ديال المنطقه الاقليميه ديال الامن الوطني، قال بلي راه جا الزوجه ديال يوسف والاب ديالو هازين شي مبلغ مالي وسلموه للبوليس. هذيك كاينه في التحقيقات.
مازال ما توصلنا ليه. العائله بالضبط واش بصح سلمت شي مبلغ مالي بالنسبه للزوجه ديالو الاب ديالي؟ ما والله ما عندي ما عندناش معلومه. يقدر تسول الوليس واش علمكم هو باللي راه بالفعل انا عيطوا للبوليس للتحقيق. بالنسبه لواش يوسف مشى عند البوليس مناش عرفنا. انا بوحدي اللي كنت عارف الدار. جا عند واحد السيد المحل هو اللي قال عليه ضابط الشرطه. ومن بعد فاش خرج جاكم وعلمكم فاش خرج هو من عند البوليس علم قال لك راه خرجت من عند البوليس؟ لا اتصلت ليك لي فين؟ قال لي يلاه خرجت عند البوليس. ما كنتش انا عارف واش كان عند البوليس اصلا. وقال لك انا جاي. قال لك قال لي يعني حداك وجانيس جا عندي نيس في ذاك الوقت معاه. خرج مباشرة من عند البوليس جا المحل بقى شوية في المحل وخرج. فاش خرج تليفون عادي خرج عادي في طونوبيلة كحلة صغيرة مشى. ما ماشي هذيك هي آخر مرة شفته. ماشي الكادي؟ لا الكادي كانت في المحل عادي. كان هزيو أهل الغريشي الله يرحمه والله يرحم يوسف الله يرحم جميعا والله يرحم أرواح ديالهم. وكنتضامنوا مع العائلة ديال الغريشي وإن شاء الله يبان الحق في أقرب وقت ممكن.